اوكي، باقي عندنا اخر درسين انا عندي في المشين ليرنينج، بيزكس ويز كيراس، اللي هي كيف اعمل سيف ولود لموديل. هذه شغله كثير مهمه، لانه يعني انا بقضي ساعات وساعات وساعات في تدريب الموديل، فبالتالي كل اللي انا التريننج هذا اللي انا عملته هيك يروح؟ لا، لازم احفظ للويتس، للفاينل ويتس اللي انا وصلت لها عشان اعمل لود واعمل استخدمه في البريدكشن. تمام، هذه شغله. والشغله الثانيه اللي هي الهايبر بيت هايبر باراميتر تونينج، هذه كثير انه انتم كنتوا تسالون عنها، انه طب قديش نيورون احط؟ فالموضوع انه بده تونينج، بده معايره، كنا احنا نحطها زي هيك لانه كنا بدنا نركز على شغلات ثانيه، بدناش نركز انه قديش، يعني مش موضوعنا انه كم نيورون احط. موضوع اللود والسيف سهل جدا. تمام، راح استخدم فورمات اسمه H5PY، هو عبارة عن HDF5 فورمات. هذا بيستخدم لأنه الويتس في النهاية عبارة عن ماتريكس، صح؟ فهذا يستخدم لكتابة اللارج ماتريسيس على الهارد ديسك. تمام، طبعا هنا يعني انه اشتغل على الامنست، وهنا حكى لي انه عشان يسرع العمليه لانه بدوش يركز على موضوع التريننج والشغلات هذه، بس استخدم 1000 اول 1000 اكزامبل. تمام، عرف موديل اوبتمايزر كيف بدي احفظ الويت، بدي اعرف كول باك. الويتس هي عبارة عن تشيك بوينت. تمام، فحدد المسار انه هو وين بده يخزن. تمام، وراح عرف كول باك سي بي تشيك بوينت كول باك تي اف كيراس كول باكس موديل تشيك بوينت، ايش اداله المسار، وهنا سيف ويتس اونلي ترو والفيربوس بتساوي زيرو. يعني في عندي خيارين، في عندي خيار اني احفظ الويت واحفظ الويت مع الاركتكتشر تبع الشبكه. تمام، فهنا بس حيحفظ الويت. الان هنا بعد الفت في الكول باك حلاقي انه كل هذه الايبوكس، ايبوكس 1 2 3 لغايه العشرة كلها محفوظه في هذا الدايركتوري. لو عملت له ls حلاقي هاي، هذا الايبوك من 0، عفوا هذه من 0، هذه 00 اف 2، يعني هذه التشيك بوينت الاولى وهذه التشيك بوينت الثانيه. تمام، في عندي باراميترز ممكن العب فيها. الان بالنسبه لللود، بالنسبه لللود هيو بروح بختار لود ويتس، فبالتالي الموديل معرفة ايش الاركتكتشر تبعته. هيو عارفها انا، لازم تكون نفس الاركتكتشر هيها، دنس لاير والدروب اوت والى اخره. فبس مجرد ان انا بعمل لود للويتس، تمام. طيب انا في عندي خيار انه التشيك بوينت انه احفظه حسب فريكوانسي معين، بديش احفظ كل التشيك بوينت. يعني هنا بروح بعمل كول باك وبقول له يحفظ الويتس او يعمل التشيك بوينت، يعمل سيف للموديل كل 5 ايبوك مش كل ايبوك، لانه يعني انا عندي في بعض المودلز ممكن انا اعمل 1000 ايبوك، فانت عندك حيكون 1000 فايل للويتس. لا، بروح بختصرها انه كل 5 بصير بقى. فايش الاختلاف انا عندي غير الفايل والسيف ويت اونلي، اديته باراميتر جديد اللي هو بيريود بتساوي 5. تمام، فحلاقي انه كل 5 ايبوك راح عمل استدعاء للكول باك وحكى لي انه سي بي 005 اللي هو الاندكس تبع الايبوك 0010 تشيك بوينت. تمام، وهنا نفس الفكره لود ويتس.
في عندي خيار انه نعمل مانيوالي سيف للويتس، بدل ما انه احطه في الكول باك انا بعد الفت روح بعمل سيف مباشره. هناك النوب يعني السيف للموديل بيصير بشكل اوتوماتيك في الكول باك، هنا النوب سيف ويتس بالضبط. في عندي مش الويتس بس، سيف ذا انتاير موديل اللي هو عباره عن الاركتكتشر توبولوجي تبعت النتورك بالاضافه للويتس. فبالتالي هنا دوت سيف، هناك ايش كانت؟ سيف ويتس ولود ويتس. اما الموديل بالكامل عباره عن موديل اللي هو الاركتكتشر مع الويتس اللي هي عباره عن سيف، واللود عباره عن لود موديل. تمام، بدي له المسار. هو بالمناسبة انه بتلاقي انه انا عندي هنا في الماي موديل اللي هو المجلد اللي انا حفظت فيه حلاقي عدة ملفات. انا في اللود بس مجرد انه انا بدي له هذا الملف، هو لحاله بيقدر انه يحدد الملفات اللي بده اياها ويحملها. تمام، أجد في عندي خيار ثاني، أنا أستخدم الـ HD5 فورمات، بس مجرد إنه أحط الـ Extension زي هيك خلاص بحطه بالفورمات هاي بس، ونفس الفكرة سيف ولود وسيف ويتس ولود ويتس. تمام، هيك بنكون خلصنا موضوع السيف واللود للموديل. شو السبب في ذلك؟ انه انتم تعملوا سيف ولود في الموديل، لانه انتم في عندكم يعني ممكن تستخدمي هذه المودلز اللي تدربتيها في تطبيقات. في تطبيقات يعني مثلا على سبيل المثال هنا في التنسور لو لايت. كيف؟ الاثنين مع بعض. بالضبط. لقيت هنا هذا التنسور فلو لايت، تمام، تنسور فلو سلاش لايت، هتلاقي في عندك هنا بعض الامثله انه للاندرويد والاي او اس انه انت كيف تستخدمي المودلز هذه اللي انت يعني علمتيها ودربتيها انه تستخدميها في تطبيقات معينه. زي ايش مثلا؟ هيو الايمج كلاسيفيكيشن، اوبجكت ديتكشن. شوف الاوبجكت ديتكشن، او خليني نشوف الايمج كلاسيفيكيشن. لا انا بديش انه هذه، بدي مش الاكزامبلز، سي مودلز في الايمج كلاسيفيكيشن. هي عبارة عن داونلود ستارتر موديل اند ليبلز. يبقى هنا بعمل داونلود للموديل اللي عملوا له سيف اوريدي. تمام، وهي الاندرويد اكزامبل وهي الاي او اس اكزامبل. هنا زي هيك انه هذه عبارة عن تنسور فلو موديل، عبارة عن تطبيق انا بنزله على الجوال. تمام، وانه بعمل لي انه كلاسيفيكيشن انه هذه الصورة بدي لي كبروبابيلتي انه هذه رابط ولا هامستر ولا دوك. ايوه دوك 91%. هذه ايمج كلاسيفيكيشن. شوفي الاوبجكت ديتكشن نفس الفكره، انه هنا تطبيق انه في الريال تايم انه بحدد لي الاوبجكت ديتكشن، انه الوظيفه تبعته انه يحط لي مربع، شغلتين بيسوي، بحط لي مستطيل او مربع على الاوبجكت تبعي اللي انا بدي اياه، بالاضافه انه هو بدي له ليبل وبحط له probability معين. تمام؟ لا مش هاي عندك هنا
هذا الاكزامبل نفسه, هذا الاكزامبل نفسه, هذا 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 الاوبجكت ديتكشن انه هاي داونلود للموديل, وهنا في عندك هنا داونلود ل الاكزامبل. اعتقد انه هذا اكزامبل ابلكيشن. نعم, اذا انت بتبرمجي اندرويد بتنزلي الاندرويد بتحوليه لاي بي كي لو عندك الاندرويد ستوديو, خلاص بصير انت عندك اي اوبجكت في الريال تايم انه ممكن تعمل. انا اعتقد انه انا نزلت مره قبل هيك انه انا في عندي هنا على الجوال اذا انا مش غلطان. اوكي, فالتاسك تبعت الاوبجكت ديتكشن هي عباره عن شغلتين في واحد, اثنين في واحد, انه انا بتحدد لي الاوبجكتس تبعتي. ايش تحديد الاوبجكت تبع؟ يعني معنى ذلك انه الانبوت هو عباره عن بيكسلز والاوتبوت عباره عن الاحداثيات البيكسلز تبعت الاوبجكت تبعي كمستطيل, انه هنا بحدد الاكس والواي اللي هنا والاكس والواي اللي هنا. تمام, بعد ما نحدده ندخل على المرحله الثانيه اللي هي الكلاسيفيكيشن, انه بحدد الليبل تبعه. فبالتالي الانبوت عباره عن بيكسلز والاوتبوت عباره عن ليبل. هذا احنا اخذنا في الامنست, احنا اخذنا. تمام, فهذه الاوبجكت ديتكشن عباره عن تو تاسكس مع بعض. اوكي, فعشان هيك اللود والسيف للمودلز انه يعني مهمه او اهميتها انه كثير كبيره. نيجي ل اخر درس اللي هو الكراس تونر. كراس تونر هذا ممكن انه انت تشبهيه زي الجريد سيرش بالضبط. حكيت انا ممكن اعمل تونينج لايش؟ لشغلتين. ممكن اعمل تونينج لشغلتين, مركزين؟ للموديل هايبر باراميتر بالاضافه للالجوريثم هايبر باراميتر. الموديل هايبر باراميتر زي ايش مثلا؟ زي النمبر اند ويدث اوف هيدن لايرز. اكم هيدن لاير انا احط؟ هذا السؤال المتكرر اللي انت سالتيه. اكم لاير احط؟ اكم نيورون احط؟ فهذه شغله بدي محتاج اني اعملها تونينج. بالاضافه للالجوريثم هايبر باراميتر زي ايش مثلا؟ زي الليرنينج ريت. قديش احط الليرنينج ريت؟ ايش افضل ليرنينج ريت بجيب لي اقل ايرور؟ تمام, فهذول التنتين بدنا نعملهم هايبر باراميتر. فالان ايش حنسوي؟ حنعمل انستول لباكج اسمها كيراس تونر, محطوطه في باكج لوحدها. وهنا امبورت كيراس تونر از كي تي. طبعا الداتا اللي بده يشتغل عليها اللي هي الفاشن امنست. تمام, هذا الكلام كله احنا مرينا عليه انه هو حمل الصور وعرف الموديل. الان في تعريف الموديل انه في الداله هذه ايش اديته؟ هايبر باراميتر. تمام, رحت عرفت سيكونشال موديل, واللاير الاول خلاص ما فيش فيه اي تغيير, ثابت اللي هو عباره عن فلاتن على حسب السايز تبع الايمج 28 في 28 بكسل. هاجيت الباراميتر الثاني اللي هو هيو, او عفوا اللاير الثاني هو عباره عن دنس, وايش في باراميتر؟ عدد النيورونز. فهذا رحت عرفته هيو اليونتس بتساوي اتش بي يونتس. فهيو الاتش بي يونتس عباره عن اتش بي هايبر باراميتر, انه عباره عن انتجر فاليو والرينج تبعها ايش؟ المينيموم 32 والماكسيموم 512 والستيب 32. معنى ذلك انه كل مره بزود 32 32 64 128 لغايه 512. يبقى هاي في هذا اللاير عدد النيورونز, هذا بدنا نعملها تونينج. وعدد ايش في عندي باراميتر ثاني اللي هو الليرنينج ريت. لا عدد اللايرز لا ما يعني هنا في هذا المثال انه بتختار انه عدد النيورونز في اللاير بالاضافه ل الليرنينج ريت.
10 لانه انا عندي ام نست فاشن مش ام نست فاشن مش انا عندي 10 كلاسز تمام زي الجريد سيرش بالضبط هو بروح بجرب كل الكومباينيشن وبروح بقول لي انه هاي البارامتر اللي بتجيب لي افضل مثلا افضل ايرور يعني اقل ايرور البارامتر الثاني انا بدي اقول له اختار لي افضل فاليو 1 من 100 ولا 1 من 1000 ولا 1 من 10000 فروح اتعرفت اتش بي هايبر بارامتر ليرنينج ريت اتش بي تشويس عباره عن مجموعه من القيم والقيم هذه هي موجوده في الليسته هاي اللي هو 1 من 1000 1 من 10 1 من 100 1 من 10 من 1000 1 من 10000 ثلاث قيم ورحت عملت كومبايل واديت له في الاوبتمايزر في الادم اوبتمايزر اديت له الليرنينج ريت اللي هو الاتش بي تمام واللوس والاكيرسي طبيعيه زي ما هي تمام ورجعت الموديل كيف بدي اشغله رحت تونر بتساوي اتش كي تي كيراس تونر هايبر باند ايش اديته الموديل وايش اديته على ايش تطلع ايش الاوبجكتيف تبعك جيب لي البارامترز اللي بتجيب لي احسن فاليديشن اكيورسي تمام والماكس اي بوكس 10 والفاكتور 3 والدايركتوري عشان اخزن الموديل تبعي واسم البروجكت ما حاطط لها ديفولت الاتش بي كيف لا هذا هايبر باند هنا انا هنا بدي له اسم الداله اسم الداله بس الان لسه ما عملناش تونينج الان هنا بس انه كلير للتريننج اوت بوت هذه بس مجرد يوتيليتي فانكشن لسه انا عندي هنا تونر سيرش زي الجريد سيرش ايش اديته الاكس والواي وعدد الاي بوكس والفاليديشن داتا تمام والكول باكس تمام فبالتالي هنا البيست اتش بي اس تونر جيت بيست هايبر بارامتر فبروح لما اشغل تمام انه هنا انه بدي لي الترايل بديها اي دي والسكور قديش كان الفاليديشن اكيورسي 85 انه البيست ستيب كانت انه هي 0 والهايبر بارامتر انه الليرنينج ريت كان 1 من 1000 وعمل ستوب عند الاي بوكس بتساوي 2 واليونتس افضل يونتس اللي هي 64 بهذا الشكل build the model with best hyper parameter فبالتالي tuner hyper model build هنا مرر ال HB هناك هناك مرر ال HB وهنا fit و train بال best hyper parameter اوكي فهذا هو ال hyper parameter tuning في الكيراس شفت انه موضوع سهل جدا زي الجريد سيرش بالضبط وممكن استخدمه لو انه انا مثلا محتار في بارامترز معينه ممكن هو بدل ما انا اقعد انا اعمل بيلد اكثر من موديل هو لوحده بروح بجرب وبيجيب لي افضل بارامترز اوكي؟ صحيح